لا يمر فيلم سينمائي مقتبس عن رواية أدبية دون أن يخلف وراءه جلبة كبيرة يثيرها مرة كاتب الرواية ومرات قراؤها ومتتبعو الشأن السينمائي، وهو حال الأعمال التي قدمها المخرج أحمد رشدي. أنا صار لي المشكل معهم كلهم، مع رشيد بوجدرة، مع مولود معمري، مع عدد من الأدباء اللي خدمت معهم، بيشوفوا الفيلم يقول لي هذا ما كنت شايفه. العمل السينمائي الأخير لأحمد رشدي موسوم أسوار القلعة 7، وهو اقتباس لرواية الكاتب محمد معرفية. pense que Rajdi avec les moyens dont il dispose a fait de son mieux et dont je serai moi personnellement en tant qu'auteur du sujet satisfait. ورغم ذلك يتمسك رشدي بضرورة العودة للأدب في مجال السمعي البصري. لابد ابدا انه ننطلق من هذا المبدا اللي هو تحويل عمل ادبي ذات قيمه كبيره ذات جوده ايضا الى اعمال سينمائيه. يعني امهات الكتب الجزائري تاع الادباء الجزائري ممكن تتحول الى افلام. يعني راح نشوف رداءة كبيره في النصوص اللي تقدم الان في قنوات التلفزيون. موضوع الاقتباس من الرواية إلى السينما من المواضيع التي لا ينتهي الجدل فيها. الثورة سحقني في مكان آخر.